جيراجيوس نبيل، حبيت نسأل على المريض في المرسى معروف. خلاص بيتم الكونفرنس بريس وانت المكتوب فيه. مرسى معروفة لي منافس جدي وصعيب خاصة على الميدان نتاعها. دوبريس هي توقع تنافس مع المركز الثالث مع النادي الشيخ. كيفاش حضرتوا اللاعبين معنويا خاصة نتصور المباراة كيف تلعب مغلمة أكثر من كل شيء؟ والله من عاملين معناها حسب رأينا حاضرين مورا المون الأربع مباريات المتبقية نتاع الشامبيونان. متبقى أنه مباريات المرسى دائما صعيبة شوية نظرا معناها صغر الملعب أولا، وثانيا اللي تاع نتاع الملعب اللي قلق برشا ما يخليك تلعب معناها الجو في الويد نتاعك نتاع الإسبيرونس. لازم تغير معناها لابروش اوفونسيف نتاعك في المباراة هذيك، لكن إن شاء الله أنا متفائل إن شاء الله معناها باش نفوز المباراة نعود بإذن الله. وكيفاش باش تجري ونفق المباريات خاصة فما ضغط في روزنيما وتراجي قاعد يلعب بخيسك معدل ثلاث مباريات كل ثلاثة أيام؟ والله توا معناها ضغط الروزنيما هذا علينا على لازم الادفيرسير نتاعنا، خاطر الأربع مباريات هذو في العشر أيام الأخيرة معناها الناس الكل باش تلعب فرد وقت وفرد نهار، دونك الكل نون فيتر شغل مان بيي ديكاليتي. احنا عندنا افونتاج ان متعودين على الشيء هذا من قبل، هذه حاجه الاولى. ثانيا عندنا افكتيف اللي نجم يخلينا نعملوا تورن اوفر وندوروا الافكتيف ان شاء الله.